أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح فعالية معرض الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات ميبك 2017 الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي تنظمه شركة ميدل إيست إنرجي إيفنتس بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة للقائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتقديره للجهود التي قاموا بها في الإعداد للمعرض وخروجه بهذه الصورة التي تعبر عن مدى تقدم مملكة البحرين في عالم صناعة المعارض والمؤتمرات. وأكد سمو حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على رعاية ودعم المعارض والمؤتمرات التي تعزز من مكانة مملكة البحرين الاقتصادية. وقد قام سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما يتضمنه من منتجات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات واستعراض أفضل التجارب والممارسات والتقنية الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم. وخلال الجولة أبدى سمو إعجابه بما شاهده من معروضات ومنتجات تشكل أحد النظم التكنولوجية الحديثة في كل ما يتعلق برفع مستوى الكفاءة والأداء في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، مشيدا سموه بالتنظيم المتميز للمعرض وما يحظى به من مكانة عززت من قدرته على استقطاب كبريات الشركات العالمية والمؤسسات النفطية الإقليمية والدولية للمشاركين فيه. وأضاف سمو أن قطاع الصناعات النفطية تشهد تطورا كبيرا بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة والتي وفرت لها الإمكانات اللازمة لكي تكون مواكبة لأحدث النظم العالمية. وأثنى سمو على ما يشهده معرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات عبر دوراته المتعاقبة من تطور، وهو الأمر الذي شكل حافزا للعارضين على المشاركة فيه من قبل كبريات الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات.